كابتن فاروق، في البدايه بطوله كاس الرابطه هي بطوله متاحه للجميع، الكل ان يظفر بهذه البطوله. غزل المحله اليوم كان وصيف بالامس، كان وصيف النسخه الماضيه امام فيوتشر، فهي ايضا هي بطوله متاحه للجميع بغض النظر عن موقفك في الجدول، جدول الترتيب العام. يعني انا عايز اقول من الحاجات، من المشروعات الجيده للجنه او رابطه الانديه، ان هي بتستمر في التوقيت اللي ما فيهوش دوري، ما فيهوش احتكاك، ما فيهوش احساس الملعب بيروح في الدوري العام، في توقف، في التزام دولي للمنتخب سواء الاولمبي او المنتخب الاول او الانديه، الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز. ده انا من وجهه نظري، وانا كنت بتكلم السنه اللي فاتت، دي من افضل الحاجات اتعملت، ان انت طول ما انت موجود وجودك في الملعب انت بتحس ان انت القوام بتاع الفرقه موجود، حتى لو في لعيبه في المنتخب، اللعيبه واخده احساس الملعب موجود فيه، المعدل البدني بتحافظ عليه، المعدل الذهني بتحافظ عليه، المعدل الفني والتشكيله الفرقه والاداء الجماعي بتحافظ عليه، ودي يمكن افضل حاجه اتعملت السنه اللي فاتت، فكانت بتادي بشكل كويس جدا. في لعيبه او في انديه استفادت منها، واكبر الانديه الاستفاده منها المحله السنه اللي فاتت. صحيح. يعني المحله السنه اللي فاتت في البطوله دي عبر عن نفسه بشكل كويس جدا، عمل استقرار، ثبت فرقه، بيلعب وهو رجله في الملعب دايما، ما عندوش اصابات، فعمل السنه اللي فاتت حاجات ايجابيه كتير جدا. ولو هي اللي يمكن في الفتره الاخيره، في الفتره دي المحله كان عندها شويه مشاكل، ده التوقيت اللي تقدر تحل كل المشاكل اللي عندها في البطوله بتاعه رابطه الانديه.